مشاهدينا الكرام، في خبر عاجل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا ويفعل الإرادة الحرة لشعبها ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والسفير عبد المطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ثمن الدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري للأزمة الليبية. كما عرض محمد المنفي مجمل الوضع السياسي الداخلي الحالي في ليبيا، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، بما يساعد على استعادة استقرار ليبيا وتوحيد مؤسستها، ولتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده.